قاعدين يعبيوا في الشارع، ناس تاع الحمله اللي قاعدين يعبيوا في الشارع هما بيدهم اللي معبين الشارع من 2011. دونك وسائل الضغط هي الضغط في الشارع والضغط على وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي اللي نعرفوها الكل. اذا شوفوا كيفاش القانون تبدل، عمال يمشي وينقص الفصول اللي فيه وينقص السيبل نتاعو، هذا معناها انه حتى لو كان التحرك ما فيش كم كبير في الشارع مره واحده، لكن النوع نتاعو ياسر باهي. كما قلت انا ذولي وقيت انه الحمله زاده، ان شاء الله نربحوا الوقت ويكون عندنا شهر اوت. وقيت كي نقولوا ما يتعداش مانيش مسامح، شنو هو الحاجه اللي نحبوها تتعدى وهذيك الحاجه اللي باش نربحوا بها؟ على خاطر في الاخر مش احنا اللي حاطين قانون على الطاوله، حد اخر حاط قانون على الطاوله. دونك وقيت احنا نضربوا على الطاوله ونقولوا هاو الاشياء اللي نشوفوا لازم مجلس نواب الشعب يعدي وقته ويعمل فيها، مش هذه الاشياء اللي ما عندها حتى فايده، بالعكس تنجم تضر. شوي هناك سعي حثيث الى اغلاق هذا المسار الثوري والى ارجاع الامور الى المربع الاول، الى ارجاع ذلك الشارع الصامت الخائف، وهذا يدور هذه الحركات الشبابيه انه الشارع مازال يعمل حس، واني الاصوات الشجاعه والاصوات اللي ماهيش باش تخلي ماهيش باش تسامح وماهيش باش تخلي معناها المهازل هذه تتعدى، ما زالت حيه وما زالت عندها القدره على الموبيليزاسيون. يا تونس ذاك لخناك ذيبك لغنم السارح، مد وديهم للسراق وانا نصرخ مانيش مسامح، حالك ما عاد ينطاق، ذيبي بات في ارضك فرح شبعان ومروي مرتاح من دم وقوت وخي السارح. يا تونس مات اللي مات وعاشت فيك بخير المصالح، على اللقمة سيل الدمعات وانتي في الذيب تصالح، من القهرة تعالت صرخات يا تونس مانيش مسامح. دونك البارح في الليل بدينا 8، معنا جو عادي 8 متاع الليل، بدينا نهزو في الشعارات حتى كشي يمكن للتسعة ونص هكاكا العشرة ديزون، بعد نصبنا الخيمة، معنا حاولنا باش نصب الخيمة بلوتو مش نصبنا الخيمة، حصار كروشاج حبوا معناها يدزونا معناها بداوا يدزوا فينا، حبوا يخرجونا من وسط الساحة من غاديك، صار كروشاج الناس معناها شدت صحيح ونجحنا في الآخر باش كونوا معناها نبعدوهم على وسط الساحة، وقعدنا نحن قاعدين في الوسط وبعدنا البوليسية جملة من الساحة متاع بارد والكل. بعد عدينا الليله غادي كمان بور ما مازلنا في الاساليب الكلاسيكيه، خاطر هما مازالوا في الاسلوب الكلاسيكي، معناها لحد الان مازالوا كل مره تحت الضغط نتاع الشارع معناها قاعدين يرخوا يقولوا رانا باش نعدي باش نبرمجوا الجلسه في النهار الفلاني ومن بعد يوخروا، ومن بعد معناها كل مره قاعد يصير تعطيل. وقرار المكتب هو تاجيل كل جدول اعمال ما عدا ليزي، ما عدا انتخابات ليزي. يلزم اليوم تفهموا راهو التحالف الحكومي ورئاسة الجمهورية بتم تميمها عندها عميل حاطة راسها براسنا وتحب تعدي القانون هذا وما هيش منجمة، راهو ما هوش حد شيء. أول إثبات راهو الشارع في تونس مازال عنده كلمته، الشارع في تونس